ربيك احمد ربي شكر تقصدي ريتا فرفرتي دير بيق الحمد لله. جد سعيده بتواجدي بمهرجان السينما والهجره في الدوره 18 وليا كل شرف انني نكون حاضره هذه السنه من بعد كورونا اللي خلاتنا في الديور ديالنا وخلاتنا ما كنشوفوش مهرجانات وما كنشوفوش افلام وما كنشوفوش شنو هو الجديد في الساحه الفنيه السينمائيه وخصوصا في التيما ديال المهرجان. اللي غادي نبغي نقول هو شكرا جزيلا لجمعيه المبادره الثقافيه على هذا الحفل او هذا العرس الكبير اللي جمع مجموعه ديال الفنانين والمبدعين في الفن السابع. شكرا للسيد رئيس المهرجان دريس مبارك، شكرا للسيد عزيز العمري على حسن الضيافه وعلى كل الاخوان اللي بجمعيات المبادره الثقافيه والمنظمين لهذا المهرجان. كنتمنى من المسؤولين ديال مدينه اكادير انهم يشوفوا هذا المهرجان شحال غزال وشحال كيجيب من فنان وفنانة من بقاع العالم لهذه المدينة اللي هي مدينة كبيرة ومدينة سياحية معروفة في شتى البلدان، فبالتالي ما عليهم إلا أنهم يحفزوا هذا المهرجان وأنهم يكونوا اليد الكبيرة ليه، لأنه بحال مين كنشوفوا بزاف ديال المهرجانات في بزاف ديال الدول، فانا بدوري كمغربيه كنفتخر ان في المملكه المغربيه عندنا مهرجان بهذا الحجم الكبير اللي هو مهرجان السينما والهجره. الجديد ديالي هو مسرحيات حمام العيالات اللي هو من اخراج الاستاذه لطيفه احرار ومع مجموعه ديال الزميلات مثل سعديه الاديب، خلود البطيوي، نوره قريشي، فاطمه بوجو، سكينة الفضيلي. وهذا العمل هذا كنتمنى من كل الجمهور المغربي انه يجي ويشوفوا في القاعات المسرحيه المتواجده بالمملكه لما غيكون العرض، والعرض القادم ان شاء الله غادي يكون نهار 27 في هذا الشهر في مسرح محمد الخامس. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.